طب اعمل ايه علشان اعمل توازن ما بين ان انا اكون حبوب وفي نفس الوقت بجيب مركز في الارقام والناس ما تهربش منها موضوع الارقام. تعمل كذا حاجه كذا شغله كده. خلي بالك ان حوالي تقريبا 60% تقريبا من المديرين ما بيعرفوش يعملوا الحكايه دي ان هو يعمل توازن، فبتاخد وقت. والقياده مهاره من مهارات اللي انت لازم تمارسها كل يوم علشان تعرف توصل لها. طيب نعمل ايه بقى لموضوعنا؟ ابقى حبوب ولا ابقى صارم؟ نعمل توازن عشان تبقى قوي. طب اعمل ايه؟ واحد، هتركز على الارقام لان انت هتتمسك كده من رقبتك لو ما جبتش الرقم ده، رقم واحد. فهتركز على الانتاجية، انك انت تخلي كل شخص يحقق رقمه ويحقق الانتاجية المطلوبة منه، فهو كده هيحس ان انت اوريدي ايه بتتعاطف معاه، بتساعده، بتعمل له دعم وسبورت، فهو خلاص هو كده معاك. ده رقم واحد. رقم اتنين، انك هتبقى معاه، هتمارس اللي هي ترانسبيرنسي او الشفافية، ان لو في مشكلة لا هتعرفهم في مشكلة في الحتة في الوقت الفلاني، فاحنا عاوزين نركز على المنتج الفلاني علشان يعوض لنا اللي بيحصل في الوضع الفلاني. ما تسيبش الناس تعمل بقى ايه اشاعات ويطلعوا اشاعات، لان هو خلي بالك الشخص اللي بيبقى اللي بيشتغل معاك ده ما عندوش الرؤية الكاملة زيك، وانت كده كده برضو تبقاش عندك الرؤية كاملة، هي بتجيلك بس. فانت المعلومة لما بتجيلك حاول تفهمها كويس وتعرف تشرحها لكل واحد على قد عقله وعلى قد مشاعره وعلى قد هو بتاع دراما ولا بتاع إيجابية، هل هو عنده إيجابية عالية ولا هو سيء وبياخد الايه السكة اللي هي بتاعت انه هيحصل كذا وكذا وكذا ويبدأ يطلع اشاعات. فانت دي مسؤوليتك انك توصل المعلومة صح. تالت حاجة انك بتقدم له تولز مثلا، بتسهل له ادوات يستخدمها في شغله. لو كان في مكان في المكاتب تكييف يبقى كويس، احنا في الصيف دلوقتي تكييف يبقى كويس، الانترنت يبقى قوي، يستخدم تولز معينة تسهل له وتسرع له من وتيرة الريبورت والتقارير والحاجات دي كلها. طيب احنا كده في الجزء بتاع الايه الصرامة وجيب رقم. طب الجزء بتاع الدلع بقى، وان انا ادلع الموظف، لازم اول حاجة تقرب من الموظفين بتوعك، تقعد معهم قاعدة كده اتنين وتلاتة بره جو الشغل، تفهم كل واحد كويس، تفهم كل واحد اهتماماته ايه، بيحب ايه، بيكره ايه، شخصيته عاملة ازاي، بيجي بالكلمة، في ناس بتيجي بالكلمة، في ناس بتيجي ان انت تعمل لها ابريشيشن او تعرفها على الناس، تحفزه ازاي، في واحد بيجي بالشدة، في واحد بيجي بالكلمة، في واحد ممكن يقعد معاك ساعة كاملة تعرفه أداة معينة يستخدمها، وفي واحد بخمس دقايق بس يفهم الطريقة. فانت لازم تفهم الناس اللي معاك كويس. اتنين، وتبني معهم علاقات. تلاتة، ان يكون عندك مصداقية، يعني لو قعدت تنفذ الوعد اللي انت هتقوله والكلمة اللي تقولها لازم تبقى عارف هي رايحة فين وجاية منين علشان ما تخسرهمش. لو حاولت تعمل الحبة دول هتعرف ان شاء الله توازن ما بينهم، وان شاء الله تبقى من القادة الناجحين. السلام عليكم.